رقم 49 لبطولة الدوري، لكن نسخة رقم 50 بحول الله راح تكون في إطار منافسات بطولة الكأس. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، الكرة الآن فرصة التقليص، الكرة في اليمين، عرضية باتريكيزي بالرأس، الله على سعد، عملاق في المرمى يحمي هذا العرين، عملاق. ماذا سيفعل الآن؟ خيل خوب ولا خيل خوب؟ لا والله، على يمين حارس المرمى السعد الدوسري، ركنية لمصلحة الوكرة، ملعوبة الكرة والمحاولة، لكن سعد أيضا في التوقيت المناسب يتدخل وفي أمامية من سعود عند الجزائري بن يطو إلى داخل منطقة الجزاء، سعد مرة أخرى، سعد في المكان المناسب يقف الفاصلة، ولو أن هنالك اطمئنان كبير أيضا حتى لو لعب الوكرة المباراة الفاصلة. كرة بمحاولة ورأسية تأتي وسعد من جديد، سعد الدوسري مرة أخرى. كلها كريم بضياف، كعب رجل يا ولد إلى المعز، جميلة، أوه سمعة سمعة سمعة، ومنتاري يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة 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 الحلوة، والحكم يقول لا شيء. فرق في ماتشات دي والثلاث دقايق. ادي اسماعيل محمد، الباص العميق، الباص العميق، الباص العميق، وهوبا سعد يا عظيم، يا سعد يا دوسري يا عظيم، الله 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 الله. مكان كان تألق فيه قبل كده محمد دهام، فرصة فرصة كبيرة يا ولد يا ولد، يا سعد سعد سعد، يا عظمة سعد سعد سعد. استمرارية قريب جدا، مراقب للقطة والمحاولة الماضية، تعود المحاولة مرتدة سريعة كاشي، لكن سعد في التوقيت المناسب، سعد في التوقيت المناسب يتدخل. زيزو، الله 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 الله، الروح، لا 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 لا، مش معقول مش معقول يا زيزو. سعد الدوسري بيقول له لا عدها، خط دفاع عبد الله حسين، برونو اوفيني، عثمان كوليبالي، ولدينا خروج موفق من سعد الدوسري، والكره التي تحولت الى خارج ارضيه سلمى. فيصل محمد ازادي من اللاعبين الشباب، طلال عبد الله بهزاد برضه من اللاعبين الشباب، غير حارس المرمى يوسف عبد الله لبش. يعني تبديل واحد، لسه في تبديلين. هو من سينفذ ركله الجزاء في مواجهه سعد، سعد في المرمى واحمد عمران على التنفيذ، سعد سعد يتصدى، برافو يا سعد، برافو يا سعد، في المكان المناسب يتصدى لمصلحة نادي قطر الآن. من الجهة اليسرى أحمد معين يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة، سعد في المكان المناسب. لاعب السد ها مع مباريات المنتخب والأمور الأخرى، فهو يصل إلى الخمسين ربما مباراة وأكثر في الموسم الواحد. وعندك طبعا ابل هرنانديز، لكن خليني مع هذا الخطا، خليني مع هذه الكره، الله يا النهارده جوفينكو نجم الهلال، واحد على واحد، حد تاني قرب، خلي بالك يا اخوكي، لا 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 لا، يا سعد يا عظيم، يا سعد يا عظيم، الله 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 الله، نفس السيناريو، العرضيه من تاني، لا 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 لا، يوم كبير يوم كبير، ماتش كبير، فريقين كبار، والشلهوب يضيع فرصه قتل المباراه تماما. نعم 4-2، نجم الجزائري الكبير يتقدم، ينطلق، يعدي ويمر ويفوت، مش قادر يشوط، هيعدي هيفوت، هالباص لها الشوط، ولكن سعد سعد يحيى سعد، مش معقول يا سعد، برضه لياسين ابراهيمي، هو اللي ثابت هو اللي ثابت، هو ياسين على طول الى سوريو، روعه يا روعه يا روعه يا روعه يا روعه، يا سلام يا سوريا. زيزو يلعبها سريعه على طول، قصيره على الارض، تروح الى سيباستيان سوريا، سوريا سوريا، يا سلام يا سعد، يا سلام يا سعد، فرصه الخامس كانت لابراهيم، فرصه خماسيه.
في الرقابة والتمركز، لكن خوكي تدخل في أوقات مناسبة. جوليانو راوغ وبالغ في المراوغة، ولد على التسديدة وأروع من سعد شهيب. جوليانو أمامنا هنا البرازيل في 2019، لمسة أمامنا هنا، تحرك واستلام. جوليانو خطير، خطير جوليانو، ولكن سعد شهيب خطير. جوليانو ولكن سعد شهيب خطير يا上場精彩，打翻過嚟第一就同樣俾阿聯酋攞波，中間位呢邊一腳嘅射門有少變線，哇！喺呢邊咧叫變完線之後咧，亦都咧就考驗到舒爾比啊，能唔能夠守得住又係一回事，但係而家冇計啦佢哋。頭槌呢邊得唔得？頂爆反方向又係俾舒爾比咧就撲到，當然呢個波其實就都幾好撲㗎，因為咧。يتقدم دياغو في فرصة لن تتكرر كثيرا يا دياغو. دياغو بعد كل هذا التأخير وبعد كل هذه الخطوات. مجدي صديق، كرة منقولة من عبد الكريم، الخطورة مستمرة، لكن الدوسري يخرج بشكل مثالي ويسيطر على الكرة. من بقى من العرب، من القطريين اثنين، السد وتحيل والتسديده امامك الان لمصلحه النادي الاهلي. من تقدم للسد بهدف مقابل لا شيء، هذا الامر الذي يعني، وهذه كره خطيره وفرصه لتقليص الفارق. ماذا تفعل يا نوغوكا؟ الريال التاريخي ترجع الكره لفريق الوسط، تكلمنا كثيرا في التاريخ، ما جاش حد شيء جديد، لكن كاي وشيب الجديد هو السادس يقولوا لا، سعد الشيب يقول لا. لذلك نرجع